ألا تدل مبايعة أهل الشورى لعثمان رضي الله عنه على صحة الانتخابات وأنها شرعية؟ انتخابات من أهل الحل والعقد، نعم، من أهل الحل والعقد، مهم من الغوغاء والعامة، شراء الأصوات والفوضى، لا هذه ما هي من الإسلام. أما أهل الحل والعقد نعم ينتخبون، نعم، العلماء والأمراء والقادة وجهاء الأمة يختارون واحد، هذا 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 نظام الإسلام في الانتخابات. أما الفوضى والغاغة والنساء والأطفال هذا نظام الغرب، نظام غربي، نعم.